الو، وصل؟ ايوه وصل. تمام يا جدع. ايوه جدع. الجراج اللي جابك هتلاقي عربيه فاضيه رقم 2564 شنطتها، حط الفلوس وقول انت. ايوه بس كريم ارجع يا عمي، مش كده؟ ارجع ان شاء الله. الو، ما نزلتش ليه يا زهير بيه؟ انا هنزل اهو، عرفتوا مكان المكالمة؟ يا زهير بيه دول ناس ما بيهزروش، عارفين هما بيعملوا ايه كويس. كل شوية هيكلموك من حتة شكل، مرة كوشك مرة سنترال، وأول ما نوصل لهم هيكونوا هربوا طبعا. انزل انت بس، ما يهمكش، أنا معاك. سلام. يا اسطى تبع شغال يعني؟ شغال يا باشا. فريد تعالى معايا، وانت خلي المجموعه كل واحد ياخد مكانه. حاضر، ابدا الحركه. رمسيس يا اسطى؟ اه، بس النفر ب 20 جنيه. تيجي فين يا استاذ نسيم؟ احنا لنا مكتبك كده من غير لحم ولا دستور. يا فندم انتوا الدستور كله، وبعدين المكتب مكتبكم، ولو عايزني ادي الموظفين اجازه وانا معاهم تحت امرك. لا مش للدرجات، احنا مش هنقعد كتير، هنمشي على طول. الخدمه اللي احنا عايزينها منك بقى انك تروح تعمل لنا كوبايتين شاي. حاضر حاضر، من عينيا. شوف هاني عمل ايه في نمره العربيه. هاني، عرفت العربية بتاعت مين؟ لسه معلومة جاية لي حالا، العربية دي متبلغ انها مسروقة من يومين. قول له محدش يتحرك أي حركة إلا بإذن مني أنا شخصيا. مش فاكر حاجة؟ تربطني كده ليه؟ فكني! ايه اللي عمل في الناس دي كده؟ أنا ما ربطتكش وما عملتش أي حاجة. أمال مين عمل؟ أمبر؟ ما تحترم نفسك بقى وتعمل سيرك. الله! أنا قلت لك أنا زيك بالظبط، مش فاكر أي حاجة، بس كل اللي متأكد منه إن مش أنا اللي عملت كده. وإن الراجل اللي جنبك ده ميت. ميت؟ طب فكني بقى، يلا نخلع من هنا عشان نفاقه هتروح في 60 داهية. طب واروح في داهيه ليه طيب؟ عشان اكيد تقنين اللي حصل. وانت اللي قتلته. برضه؟ قلت لك انا ما عملتش اي حاجه، وليه ما تكونش انت؟ انا ازاي بني ادم؟ ما انت شايف قدامك وانا مربوط. فكر شويه. اوعى تفكر. ليه؟ انت تعرف حاجة؟ فاكر أي حاجة؟ لا، تبقى تتنيل تخلص. لما نعرف أنت مربوط ليه؟ ممكن السبب اللي هو مربوط عشانه ما يخلناش أصلاً عايزين نفكه. ده أنت عايز برطاجي بقى، وأنت اللي عملت كل ده. طب بس خلاص، طالما كل واحد بيشك في التاني يبقى كل حاجة تفضل زي ما هي، لحد بس ما نعرف إيه اللي حصل. يا عم ما تاخدش على كلامه، ده عيب بيخرف. يلا خد فك ده، بس فكه من هنا الأول. ريح نفسك، الشبابيك كلها متقفله، والباب لو رحت شفته هتلاقيه مقفول من بره.
اللي جابنا هنا قصد يا معلم. شيء طبيعي. مصنع على قده زي ده وتقريبا مهجور تبقى كل شبابيكه مقفلة عشان ما تبقاش منط للحرامية. ايه كل القوانين دي؟ ما هو لسه قايل لك اللي جابنا هنا قصد يحبسنا. وقلت لو فكتوني هنساعد بعض ونخرج. انت اسمك ايه؟ مش فاكر. عندك طاقة كارنيه؟ فتشتهم؟ لا. يبقى لازم نفتشهم. يمكن نلاقي مع حد فيهم مفتاح المكان اللي احنا فيه ده. أو على الأقل نعرف احنا مين واللي جبنا هنا. نفسي أعرف اللي بيدور في دماغ العيال دي. معقول يسيبوا الفلوس في شنطة العربية ومفتوحة كمان؟ أكيد حد فيهم هيظبط. هما تلاقيهم بس بيأمنوا محدش بيعينهم. أيوة يا زهير بيه. لا لسه ما حصلش حاجة. ابنك ان شاء الله هيرجع لك. حاضر. لو في حاجه هبلغك حاضر. مع السلامه. معلش يا سيدي بصراحه راجل معاه حق. ده ابنه الوحيد يعني لازم نستحمله شويه. انا مش بتضايق منه. انا متضايق عليه. يا عمي اوعى. استغفر الله العظيم يا رب. يا سيدي سيبك الوسخه دي من عليا. تعرف ان لو ما كنتش مربوط انا كنت قطعت ناحيتك. اوعى. شفت بقى انك لازم تفضل مربوط. بقول لك ايه؟ املي ازازه المايه دي. في حمام فوق. قوم معايا. بالراحه بالراحه. على مهلك. على مهلك. معلش يلا بس انا فين؟ انا فين؟ هو انت كمان ما تعرفش احنا فين؟ انت تعرفني او تعرف الراجل ده؟ لا. طب اسمك ايه؟ مش فاكر حاجه. مش عارف. مش عارف. لا بقول لك ايه، اوعى تتحرك. يظهر ظهره مكسور. وفي ايه؟ معرفش. ده بيقول ان ظهره مكسور. وانت اللي عرفك. انت يعني ما بتشوفش. ما الراجل قدامك هو عمال يصرخ من ظهره مش طايق حد يلمسه. وبعدين مالكم انتوا الاثنين كده مخضوضين عليه؟ انتوا شكلكم انتوا الثلاثة مع بعض بقى صح؟ يا اخي بني ادم زيه زينا. الله. وانا يعني مش بني ادم؟ كوني بقى. خد. طب يا جماعة ما تيجي نفكر شوية. يعني انتوا مثلا لو عيلتوها هتكتشفوا ان انا الوحيد المحترم. انتوا شوية عيل عويلة وخاطفين. يعني اسألوا نفسكم ليه أنا الوحيد المربوط؟ ها؟ ها؟ يا جماعة حد يرد عليا. إيه ده؟ إيه يا أخي؟ إيه؟ لا 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 أنت بس 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 إيه ده؟ بس إيه ده؟ إحنا مش عايزين نأذيك، أمال عاوزين مني إيه؟ مفيش. أنا كنت بدور على مفيش يا راجل. أنا كنت بدور على المفاتيح بتاعت المكان ده في جيبك. احنا محبوسين هنا وبعدين قلت يمكن الاقي معاك اي حاجه عنك تفكرني. انت بقى تعرف المكان ده؟ لا ما اعرفوش. انت كنت هنا ليه؟ انت اقول لك انا بقى يا معلم. العيال دي عويه وخاطفني. تعرف تفكرني. شفت قلت لك اهو. لا لا ما عملتش حاجه. لا لا اطلع فوق. اطلع فوق هتلاقي حمام. حط راسك تحت الميه هتفوق. يلا يلا شملول يلا. يكونش ده السبب ان احنا بنعرف في المنطق بالشكل ده؟
عشان هذا بيتحرك كعب خالص. الجهاز بتاعك كويس ولا ايه؟ يا باشا والله العظيم هذا بيتحرك. هنعمل ايه؟ هدف ايه بيتحرك؟ الهدف قدامي اهو ما اتحركش. ازاي العربية في مكانها ومحدش فتح الشنطة ولا خد الفلوس؟ يا باشا ده الهدف بيبعت كمان. هنعمل ايه دلوقتي يا سامي بيه؟ نشتبك؟ نشتبك ايه؟ دي مش خطتنا، احنا عايزين نراقبهم عشان نعرف مكانهم. طب قرار ساعتها كده. اتحرك. امرك يا باشا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يا باشا. فلوس مش موجودة يا فندم. وديت الفلوس فين يا؟ فلوس يا باشا؟ والله العظيم انا ما اعرف حاجة، والله دي بعربيتي وحياة ربنا بعربيتي. يعني ايه مش عربيتك انا؟ يا باشا انا ميكانيكي في الشارع اللي ورا، واحد جه قال لي عربيتي عطلانة في الباركينج وهاجي لك بعد ساعة. قلت له 50 جنيه يا باشا وانا انا مش عايزهم يا باشا، خد ال 50 جنيه. سامي ليه؟ موضوع المدرية على روح. لا لا يا باشا والله العظيم ما عملت حاجة. عملوها. خد سيف وطيارة وراها. عربية بجو ستيشن. امرك. سامي بيه تمام يا باشا، بيننا وبينهم حوالي 400 متر. اطلعوا عمرك يا باشا. الحاجات دي اصلها عايزه رجاله. تعالوا وقفونا عشان نساعدكم. على اساس انك بسم الله ما شاء الله جبت قوي، هتريح ايدك على القفل هتفلقه نصين. يا اخي ازاي وسط بقى؟ اللي انتوا بتعملوه دوت ملوش اي لازمه. مش هيفيد بقى اي حاجه. طب خلاص قول لنا انت نعمل ايه طيب؟ الشبابيك قدامك كلها هي متقفله، والباب مقفول من بره، نعمل ايه؟ اهم حاجه نفتكر احنا جينا هنا ازاي؟ ومين اللي حبسنا كده وضربنا من المنظر ده؟ هدومنا بشكلنا بيقولوا انه واضح ان في خناقه كبيره قوي حصلت. اه طبعا حصل خناقه. بس مين مع مين بقى ومين ضد مين؟ احنا ضربنا في بعض ولا في حد جه ضرب فينا وهرب؟ ولا ممكن يكون في حد وسطنا بيستعبط وعامل نفسه كان مغمى عليه وبيمثل انه مش فاكر حاجه؟ ولا ايه؟ هو انت يا ابني مش هتجيبها لبره؟ انت فوقت انت. انا فوقت لقيته بيلطش فيا وكلكم كان مغمى عليكم. يا سيدي كنت بتنايل بفوقك، يا ريتني ما فوقتك. واحنا مش عرفنا انت المهم عليك فعلا، ليه ما تكونش انت اللي خاطفنا هنا وقت الراجل ده وعامل نفسك ناسي لما لقيتنا مش فاكرين اي حاجه؟ والله العظيم ثلاثه انا زيكم بالظبط، ولا عملت حاجه ولا فاكر اي حاجه. وبعدين بالعقل كده هضربكم ازاي يعني مع بعض؟ هو انتوا تعرفوني؟ اخوانا مش مشكله دلوقتي مين معانا ومين ضد مين، احنا كلنا مش فاكرين حاجه. ابوس ايديكم بس شوفوا لنا حل نخرج من هنا بصراحه، انا بموت. الراجل ده عنده حق، احنا زي ما بيقولوا كده بقينا بني ادمين جداد عزيله يعني، لا حد فاكر حاجه ولا حد فاهم حاجه. يا سيدي مش مشكله مين فاكر دلوقتي، المهم نخرج الاول بس. حد فيكم يعرف واحد اسمه بشير؟ معنا يعني بشير؟ ايه ده؟ انت معاك موبايل وما قلتش؟ مش كنت تقول من الاول كنا كلمنا اي حد يخرجنا من الحادثه السوداء اللي احنا فيها دي؟ انت فاكر حد؟ كلم البوليس، فاصل شحن، وحتى لو شغال هتكلم البوليس تقول له ايه؟ انت عارف مين اللي قتل الراجل ده اساسا؟ يا جدعان مفيش حد فينا فاكر اي حاجه، يبقى اي حد فينا ممكن يكون هو اللي قتل الراجل ده، عشان كده لازم نخرج من السكات وكل واحد فينا يروح لحاله. طب على الاقل نفتح الموبايل ممكن نلاقي صور، اسامي، اي حاجه تساعدنا. قلبت الدنيا على شاحن ما لقيتش. انا لما فقت لقيت التليفون محطوط فوق على مكتب، فبعت له رساله من واحد اسمه بشير بتقول ان هم رايحين ياخدوا الفلوس وجايين بالليل، تمام؟ وبيطلب من ناس موجوده معانا هنا انها تخلص على ناس برضه موجوده معانا هنا، وبعد كده الموبايل فصل شحن. يعني احنا مسجونين في خانه الياك؟ يا نهرب يا هنموت كلنا. يا جدعان من الاخر كده احنا لازم نمشي قبل ما بشير ده يوصل ويلاقي كلامه ما تنفذش. هينفذ هو؟ يا باشا انا هتجنن، احنا كنا راصدين العربيه لحظه بلحظه ما فرقتش عنينا.
نفسي اعرف العيال دول عملوها ازاي. العيال دي كانوا حاسين ان احنا لاعبين زبير وحنجيبهم. لعبوها صح ولا بيتكلم وبطريقه بلدي قوي واحنا شدناها. ازاي يا باشا؟ طبعا اتعمدوا يعملوا حركه الميكانيكي دي عشان يربكونا. طب كويس ان احنا حطينا لهم جهاز تتابع في شنطه الفلوس، والا كان زمانهم اختفوا عن عينينا دلوقتي. بس يعني يا سامي باشا لا مؤاخذه، يعني ساعدت جماعه الحاج تقول ازاي؟ انت بتستغرب ب 15 سنه مباحث يا فريد. لا عفو يا باشا العفو، بس يعني مش المفروض كنا عملنا احسن حركه زي دي؟ انا هقول لك نصيحه علشان الشغلانه دي ما تكلمكش. في حاجات كتير قوي انت ممكن تفهمها انما مش ممكن تتوقعها. مش نفسكم مش تقدروا عليها. البنك كلها مصديه وصاله من الشفار. والله العظيم ثلاثه ما في حاجه مصديه لدماغك. ممكن بقى بعد اذنك تنقطنا بسكتك؟ ممكن، بس كلامه صح، احنا لازم ندور على مفاتيح او الشاحن. مفاتيح ايه؟ هو اللي حبس هنا يسيب لنا مفاتيح؟ جرى ايه يا جدعان؟ يا جماعه اللي حبسنا واقف وسطنا مش كده؟ اسمع بقى يا ابنك، اخر مره هقول لك فيها بطل تلقح عليا كلام بلسانك الزفر ده. ها؟ لو في حد هنا سبب البلاوي اللي احنا فيها دي يبقى انت يا حبيبي. لسانك الطويل دوت وخلقتك العكره مش واكلين معايا، واخد لي بالك؟ لو اللي جوه الناس ولا اللي براهم ما كانش ده بقى حال الدنيا. ايوه انا عايز ايه؟ يا جماعه خلاص يا جدعان، احنا في ولا في ايه؟ سيبه يضربني، ما هو اصلا تضرب في المربوط يخاف ازاي؟ بس بقى ما تخلوش يستفزك، اهدى بقى وانت اقعد ساكت انت كمان. انا عارف الراجل ده. تعرفوا من ايه؟ اختفاء كريم زهير نجل رجل الاعمال الشهير زهير الشناوي، منذ وصول البلاغ امس تكثف الشرطه جهودها لفك اللغز اختفاء رجل الاعمال كريم زهير، وقد وجدت سيارته على طريق اسكندريه الصحراوي في ساعه متاخره لم يوصف فيها على كريم ولا على مرافقينه. المحامي الخاص بمجموعه الشركات شاهر سليم والسائق الخاص به، وتدور الشكوك على انه حادث اختطاف. الشرطة الراجل المقتول السواق، هم حاطين صوت السواق على اساس ان هو النجم اللي فيهم يعني؟ لا، ما هم حاطين صورتين تانيين جنبه للاثنين المخطوفين بس مش باينين. اه والله توريك. هات 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 الجورنال. الجورنال دوت بتاريخ 24، النهارده كام؟ النهارده يوم اسود. لا عارفين احنا مين ورحنا فين. نعرف النهارده يوم ايه؟ الساعة دي فيها تاريخ. ساعة ايه؟ 28، النهارده 28. دي ساعة غالية أوي. يا عم تلاقيها مضروبة. معنى كده بقى لنا 4 أيام هنا. وبيننا ثلاثة مخطوفين، السواق وهمام وكريم وشاه. أهو. شفتوا زي ما قلت لكم بالظبط. وأكيد أنا واحد من المخطوفين. في الكون. ده من إيه إن شاء الله؟ إيه؟ المخطوف هو اللي بيتربط. والمجرمين كمان بيتربطوا. والمنظر بيقولوا إن كان فيه محاولة هروب. بالظبط. في فوق 3 كراسي منهم واحد مكسور. وكراسي حواليها حبال. انا نزلت وطلعت وما خدتش بالي خالص من الكراسي دي. يظن الراجل اللي تحت كلامه صح. يعني ايه مش فاهم؟ يعني في واحد فاكر كل حاجه وبيستهبل. سالت موبايل ودلوقتي الكراسي دي. مش معنى انت الوحيد اللي بتفتكر. والله مش ذنبي انك اعمى وعديت من هنا وما شفتش اللي انا قلته. بالنسبه لرساله الموبايل انا حكيت اللي عندي. عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش. وبعدين انت اللي ما تكونش معانا. كفايه، مش كل شويه هنقعد نتهم بعض. عشان نخرج من هنا لازم كلنا نتفق. وما تنسوش لو بشير ده جه هيخلص على 2 كمان. ايوه يا فاهم بيه. دلوقتي على اول طريق المنير. تقريبا كده داخلين على طريق الصعيد. بقول لك يا باشا، عرفتوا مين مالك العربيه؟ لا لسه بتستعلم عننا. اي جديد بلغوني فورا. Yeah.
يا عمي ما اتكلم زي دي، شوف لو وصلوا لاي حاجه. لسه قافل معاهم شويه، اكيد لو كان في جديد كان كلمني. يا رب. انا حاسه اني في كابوس ما بيخلصش. كريم موجود صح؟ وكل ده ما بيحصلش. يعني انا ممكن ما اشوفش كريم تاني؟ لا لا لا، انا كل الفداء عملته. لو كانوا طلبوا فلوسي كلها، طلبوا كل اللي عندي، حتى لو طلبوا عليا كنت هديها لهم. كريم ده يا بنتي الارض اللي قعدت عمري كله فيها، عشان لما اكبر في السن دي ضل الدنيا. كريم لو ضاع حياتي كلها هتضيع، بس انا مش هسيبه يضيع. زهير بيه، الاوراق دي محتاجين حضرتك ضروري تبص عليها وتمضي. مش شايف ان ده وقته؟ بس ده شغل مهم وصعب ان هو يتاكل. هو في اي حاجه اهم من اللي احنا فيه دلوقتي؟ انا ما غلطتش يا ان انا اجي على الشغل. سامي كل حاجه تتاكل، ما عنديش دماغ. انا اسف. مالك يا غدا دي نسيت نفسها ولا ايه؟ الهانم بتبسطني قدام زهير بيه عشان دخلت له الشغل. ما انا قلت لك بلاش دلوقتي. عندها حق. هي مالها؟ دي بتشتغل هنا زيها زينا، مالهاش انها تكلمني كده اصلا. ولا يعني عشان اتخطبت لكريم خلاص هتتفرعن علينا؟ غدا من ساعة ما اتخطبت لكريم عمرها ما حسستنا بفرق. بعدين هي دارينا بحاجة عشان تتفرعن عليكي؟ يعني مموتة نفسها من ساعة ما حصل اللي حصل. دي تلاقيها مموتة نفسها عشان خايفة على الجوازة تطير منها. لا غدا مش دي اخلاقها اصلا ولا بتفكر كده. انت اللي شكلك متغاظه. يا ابني انت، يا ابني انت بس بس بطل ده، بطل ده. ما هو ده صداع على الفاضي، مش تنصروا لاي حاجه. قلت لكم القضبان مصديه. تعالوا بقى اقعدوا جنبي هنا عشان احكي لكم حدوته كده لغايه لما لازم الشيف ده ان شاء الله يخلص عليكم. يخلص علينا؟ انت معاهم بقى؟ لا اعوذ بالله، راجل محترم. لكن بقى الركعه على اشكالكم الوسخه هي اللي وش اجرام. معاك واحده ثانيه؟ عيش. مفيش غير الاثنين دول والاثنين انيب من بعض. زهير بيه، انا جيت لك بنفسي علشان اطمنك. خير؟ يا ترى عرفت مكانهم؟ في الحقيقه لسه، بس العربيه اللي هتوصلنا ليهم احنا مراقبينها. هما غالبا خارج القاهره. فين؟ فين بالظبط مش معروف، هما دلوقتي في طريق الصعيد. طب ما عرفتوش العربيه دي بتاعت مين؟ في الحقيقه هما محترفين. العربيتين واحدة مسوقة والتانية النمر بتاعتها مطلوبة. بس متقلقش احنا وراها. وان شاء الله كريم واللي معاه هيكونوا عندك في البيت النهارده بالليل. انا هستأذن بقى علشان اروح احصلهم في طريق الصعيد. طب اسمح لي، احنا هنيجي معاك. تروح معايا فين؟ احنا لسه ما عرفناش مكانهم بالظبط. زيني بيه، بعد اذنك قدر موقفنا. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده.
تطلعني. انا عطشان، في زازة هناك هي هات مية. بقول لك يا انا عطشان. مش هقولها ما اسمعش صوتك؟ انت عيل دلق وانت عيل محترم واكتر واحد محترم فيهم كمان. خلاص 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 لسه. بص ده خرجونا من هنا. ظهري مش قادر. لا محترم محترم طبعا. مسدس حق مسدس حق. قول بقولك قول. انت رايح فين؟ افكر اوعى تفكر. ما تفكرش انا هيديني المسدس. هيدولك انت ليه؟ هيدولي انا. انا مش هدي المسدس لحد لو ما حدش جه فكني.
حجرين واتنين شاي. امسك اشرب معاك. تفتكر لو الواحد بقى هو مش فاكر ظروفه ربنا ممكن يسامحه؟ يا عم كئيب ما تقلقش، ان شاء الله هنخرج وهتخش المستشفى. هنتصرف. فكها بقى وهنتصرف. ها فكها وهنتصرف. شوف زي ما قلت لكم الانبوبه اللي اتفتحت هي السبب في كل اللي حصل. في حاله الاستنشاق المباشر يرجى الاتصال بالطبيب فورا. المركب يحتوي على ماده سامه تسبب الالتهابات، ضيق التنفس، الغثيان، فقدان الذاكره المؤقت. وهيفيدنا بايه بقى الكلام ده؟ ما خلاص اللي حصل حصل. هيفيدنا ان الماده مكتوب عليها انها سريعه الاشتعال. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا نحط الانبوبه على اي شباك ونضرب عليها رصاصه هتنفجر وتعمل لنا فتحه نقدر نخرج منها. طب نحط الانبوبه دي قدام الباب. الباب مقفول بكذا قفل يا غبي. ولا انت نسيت انك ضربت الرصاص كله ما بقاش معانا غير رصاصه واحده؟ طب افرض ما انفجرتش والماده اللي جواها اتسربت. هنفقد الذاكره تاني؟ طب وايه الجديد؟ ما احنا كده كده مش فاكرين حاجه. يا ابني انت مش لسه قايل دلوقتي ان فيها ماده زفت سامة؟ الله هنموت. انا نفسي مش فارقه معايا. انا ميت ميت. انا فارقه معايا. الموضوع خطر. طب لو فجر فعلا بس جوه هنا الانابيب دي كلها ممكن تتفجر، ده غير البراميل كلها مليانه كحول. والله دي الفكره اللي عندي، ولو حد عنده فكره تانيه يقولها. انا شايف ان دي اسرع واسلم فكره. يا شايف سيف. ها انزل فوق الزرع خلي عينك عليهم. ما جابش ايوه سامي بيه. لا لسه عديت الكافتيريا. سيادتك فين دلوقتي؟ هانت يعني مستنيين. ها انا موافق. وانا كمان. وانا مش موافق. رايح فين؟ طلع الحمام. ايه عايز تيجي معايا؟ عقبال ننزل بقى اشوف لكم حل في الليله السوداء اللي احنا فيها دي. ايوه بس كلنا موافقين الميعاد انت. اغلبيه يعني قصدك ولا ايه؟ مش فاهم. يا جدعان واحد انتخابات من هنا ورايح للميعاد هو اللي هيمشي المركب. الواد ده لازم ناخد المسدس، ده واحد منهم. مين ده؟ تفكرت حاجه؟ ما فكرتش. بس انت لو شغلت دماغك هتفهم. مش عاوز يدينا المسدس وبيحور ومش موافق عشان ما نخرجش من هنا لغايه ما الناس اللي معاه تيجي وخلصوا علينا. انا مش فاهم. ايه الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ زي ما اكون متاكد ان انا وانت مش منهم. انت خسران ايه؟ هناخد منه المسدس، هنعمل فتحه ونغور من هنا. بيعملوا ايه كل ده؟ هي غريبه فعلا يا باشا. بس ممكن يكونوا مستنيين حد متاخر عليهم مثلا. يا سامي بيه الشنطه لسه قدامي على الجهاز اهي. يعني مفيش داعي للقلق صح؟ والله انا مقلق من غير الجهاز بتاعك. على طول يا باشا. ايه ده؟ راحوا فين؟ انتوا يا اخوانا انتوا حرام. انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا كنت نازل اقول لكم ان انا موافق. دي حكايه يلا. انت واحد منهم. قلت لك انا مش منهم. انا مش منهم. طالما انت مش منهم كنت هتضرب المسدس ليه؟ بص 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 يا جماعه. بصوا الشباك اللي فوق ده على اليمين حالته متبهدله وكمان بعيد عن البلاوي دي. وده هنخسره ازاي؟ Thank you.
عندنا الموضوع ايه؟ هاني نعم عايز اشوف الحكايه. يجي بساعة كده يا باشا. اعرف حد منهم يالا؟ اله اعدى النظر يا باشا، ما اعرف حد فيهم. يا باشا هم طلعوا من الباب ده ورجعوا مع الاسطى دي. اصلا طلعوا سندوتشات وانا طلعتها لهم من الوقت العربيه. مين اللي جه ده؟ اعرف ساكن فين؟ بص يا باشا، انا اللي اعرفه ان هو لما مؤاخذه يعني من السواقين الاشقياء بتوع المشاكل، ومحدش بيقدر يتدخل معاه في اي مشكله. بس اعرف يا باشا ان هو من اسيوط. تعرف نمره عربيته؟ مش للدرجه دي يعني يا باشا، انا اعمل ايه بنمره عربيته؟ ولا بص يا باشا، هي نص نقل لونها اخضر. هتفضل هنا عشان لو حد بياخد العربيه. وانا وهاني وسيف هنروح من بيتنا على اسيوط. الشنطه يا باشا. ارمي الجهاز ده، ملوش لازمه. بس مش هفكك. Thank you.
انت اسمك ايه؟ واحنا نشوف ربنا خلصنا منك. انت اسمك ايه فوق؟ سيبك منه، تعالى هنا. فوق بس فوق. انت اخ قلت لك دعوت معاهم، طيارين اخر رصاص عشان ما نخرجش من هنا. غصب عني. ما كانش قصدي. لا قصدك طبعا. ازاي يعني مش هتفرق على الانبوبه دي؟ تمام؟ ما اخبارك ما كانش قصدي. كان انت مصدقه؟ قول صدقه واخلص شويه بقى خلينا نشوف اللي حصل. قرف ده. فوق بس. فوق فوق. في ايه في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا مش هنفكوا؟ من دلوقتي مفيش اتفاق. طالما الحكايه بقت فرق يبقى فريق ضد فريق. صح كده. هو ده الكلام الصح. انا من ساعة ما شفتك انا قلت انت عيل محترم ولا لا؟ صح. متشكر جدا. نخرج من هنا بقى وكفايه اللي حصل. تمام؟ مش ده كان كلامك؟ الو؟ ايوه سامي. في عربيه في جنبه دلوقتي عند ريت الناصيه. لقيته؟ لقيته يا فندم. طب هو عامل ايه؟ كويس؟ افهم العرب، هو غالبا في المحيط اسيا. مش نفسها تقربوا انتوا كمان عشان لما ان شاء الله تبقوا جنبه. طيب مع السلامه. لو لو يعني؟ لا لكن سامي بيبط. ايوه يعني هنعمل ايه برضه؟ ما فهمتش. الوقت عمال بيعدي. لا يا راجل، احنا زماننا دلوقتي بره لولا اللي انت عملته. تصدق انا انت عايز تتضرب بالجزمه؟ تصدق ان انت اللي عايز تتضرب بالجزمه؟ مين اللي ضيع الرصاصه؟ مين اللي سخنهم عليا ما خلاهمش في الكون؟ كان زمان دلوقتي ما ساعدتش المرتد. ايه؟ انا قلت له المصيبه اللي احنا فيها ونفسك في بعض. ما تعالوا بقى وبطلوا ابدا. اتفضل يا اخويا ورينا هتعمل ايه؟ اتفضل اديك اتفاجئت ايه؟ ورينا. كل حاجه واقفه ضدنا. بقول لك ايه يا ابني؟ اعمل حسابك ان انت هتموت هنا. ها؟ كلنا هنموت. لازم لازم نموت. احنا بس احنا بنستهبل. لا بيها بالظلم والعرض. أول ما نموت يا رب.
روح لها يا شيخ. تفتكر احنا قربنا فعلا يا باشا؟ حتى لو ما قربناش لازم اطمن يا ابوك. دلوقتي الانسان بيدور فعلا على اشياء يتعلق فيها. عارف؟ لو كريم واللي معاه ما رجعوش مش هصدق نفسي ابدا. تمام يا باشا. قدامي ساعة وقناعة حضرتك. انت سواق اسمه بيجي السيد احمد عرفه مسجل عندنا تعاطي اكتر من مرة بالان مربوطات للطريق. تمام ساعتها. شد شوية. بتبص على الاكسلانس. ما خلاص احنا بقينا في امان الامان والحلو انتهوا. البركه في دماغك السم. بس انا برضه مش مطمن. مش مطمن ليه يا مدرسه؟ ما احنا ما شاء الله ماشيين على الطريق بقالنا ياما وما فيش حد ورانا. بيني وبينك من ساعه ما كنا بنكلمهم الخط قطع وانا مش مطمن. وزي ما تقول كده الفار بيبرتب وعيب. قول للفار ما يبرتعش. شير انت عاوز تقلق وخلاص. اكيد التليفون فاصل وكمان انت غلطان. ازاي تنسى تسيب لهم الشاحن؟ دي عندك حق. بس انت عارف انا اللي قلقني اكتر ايه؟ ان الامانه متسبب مع شويه نسوان. ما يكونش حصل حاجه يا جماعه. قول له يحصل يا مدرسة. طب مصنع من قبل التقفيل وانا سيبني كمان تمام. ريح دماغك مش هتلاقي المفتاح. ده احنا قلبنا الدنيا عليه. ازاي؟ انا متاكد ان المفتاح كان هنا بس فين مش فاكر. طب ممكن بلاش نضيع وقت اكتر من كده؟ يعني ايه؟ هنعمل ايه طيب؟ في حاجه في ايدينا كنا المفروض نعملها وما عملناهاش؟ الليل داخل واللف وكشير ده هيجي ولا انت مش هم؟ مش عايز اسيبه يا صاحبي. مش عايز اسيبه. عارف انك عمرك ما سبت دي. فاكر ايام اعدادي لما طلعت اسكندريه انا عملت فيها بكر ساعتها وصبت خدع عمرك لحد الجزيره اللي في ميامي. جيت معايا انا رجع تيجي شدت عليا أطعن زي النسوان. كنت أموت. سيدة قعدت تزعلني. قلت لها ما تخافش. مش هسيبك. ولو قلت هموت معاك. خدتني على ظهرك. خدتني على ظهرك عوم لحد الشط. نص كيلو نص كيلو ولا متعلق برقبتك. خلاص صاحبي خلاص. المرة دي مش هينفع اتعلق في رقبتك. سيبك وعملت لوحدك. انا عايز اعرف انا مين. ما تسيبه في حاله. بعدين اكيد مخرف. انا ما بخرفش. انا عارف كل حاجه بس مش هينفع اتكلم. لازم تخرجوا معايا بسرعة. لو مشيت جيت هيخلص عليكم. طلع معاك حق يا صاحبي. كنت طول عمرك تقول عليا ان انا ميت. دي واخرتي الليلة. دي هطلعت من هنا فعلا. بس بيني وبينك انا ما تخافش انها تقوم نايل الضرب. ما تخافش ما تخافش نايف يبقى عليك. ما فيش اوسخ من كده موت. انت اللي قتلته. ذنبه في رقبته. خلاص يا جدعان ده عمره. وبعدين اللي انتوا بتعملوه ده مش هيرجعه. اظن يا جماعه احنا محتاجين نجهز. مش انا مبسوط. ومليجي ده ملوش اي سؤال غير بتاعتي.
مفيش سرقة. لا كل جرايمه من النوايا دي. وليه كام سرقة تانيين خناقات وبطل؟ هو عم نصيب نفسها؟ من قصية تبعد عن هنا حوالي 60 كيلو. أنا بعد ما وصلت المعلومات بعت الناس بتوع العراق البيت عنه. الوضع طبيعي وهو لسه ما وصلش. استنى يا باشا. هو ده اللي كان ماسك الشرطة وهما داخلين الصراحة. ده بشير أبو هيبة. ده عايش ما بين القاهرة وأسيوط. بس ده بقاله كتير. يبقى لازم نتحرك فورا. لازم نروح كل الأماكن اللي بترد عليها. بشير من القصية برا. خش اطمن على جيب فلوس واكل. تمام. خالد. خالد. صار نايمين ولا ايه؟ نايمين؟ غريبة دي. حامل خليه معي. خلاص يا معلم، والفلوس تتقسم على الخمسة.
5 سنين. احنا 6 سنين. يا عم موافقين. مش انت والاخ هشام اخوات الوالدين. يبقى 5. احنا اخوات في البيت اه. لكن انا احمد مين؟ حصل لك حاجة؟ لا لا ضراري بس. طب يلا يلا بينا. خش يا طيب يا عم خالد. يعني انا كان عندي حق لما قلت اني سايبه مع شويه نسوان. انزل يا انت يا عم تشير. الله العك اللي حصل ده كله حصل. انزل يا حصل من شويه الحكايه اتنيلت بسرعه بس اخوك سيطر. واضح انك مسيطر. الموبايل فين؟ فصل شحن من اول اليوم وقلقت الدنيا على الشحن ما لقيتش. المجموعة اللي راحت على القهوة اللي بيقعدوا عليها عرفت ان بقالهم فترة ما بيظهروش. وبيجي لسه ما روحش بيته لحد دلوقتي. انا بفكر ان احنا نقتحم بيت الشيخ. بس يا باشا واضح ان البيت مفيهوش حد. وبعدين هما مش بالسذاجة اكيد مش هيخافوا يخطفوهم في بيت واحد. عارف بس احتمال نلاقي اي دليل يوصلنا ليه. اللي حصل ده كان ممكن يودينا كلنا في 60 داهيه. والله يا بشير انا متهيألي ان احنا كده كده رايحين في داهيه. يا اخي فال الله ولا فالك. العمليه وتمت على جيبه والفلوس بالسلامه وصلت. يا اخي قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. البني ادم مننا لازم يقول الحمد لله على الخير او الشر. وزي ما بيقولوا بقى رب دارة النفع. اسمع صح اللي ماتوا دول كانوا اصحابنا وحبايبنا وغاليين علينا بس برضه بقى الفلوس ده ما تقسم على ستة تقسم على ثلاثة. صح كده؟ صح كده. طب تعمل ايه يا ابني؟ انتوا فاكرين انك سلطة ايه واحدة ولا ايه؟ ما حدش يسيب في جيبه طاقة ولا رخصة ولا حتى ورقة ورثة مكتوب عليها اسمي. ده حاجة زي دي وقت في ايد حد كلنا هنتكلمش. قلت ده مين ولا قول تاني؟ معيش فلوس. خد خد دي المحفظه دي كل الفلوس والساعه دي ده تقدر تبيعها. ده صعبك انا الفلوس اللي اقدر اشتريها فين؟ حاضر حاضر مشيك. ادوم معانا ادوم معانا. ايه ما تتفرجش على الكلام ده. يلا بالراحه بالراحه. مش هنوزع دلوقتي تبشير ولا ايه؟ الصبر يا وليد الصبر. الدنيا ما طارتش. بقول لك ايه؟ انزل دلوقتي ظبط التربه وريح اخواننا كده اللي تحت. يلا قشط عليك. الله يرحمك يا كان نفسي تكون موجود معايا دلوقتي عشان تفتخ بيه. بس يلا ما هي دي سنه الحياه بقى ولا ايه؟ شوف انت عارف الاهم من شغل تظبيط الشغل
واتأخرت قوي. احنا لازم نخلص من العيال اللي تحت دي حالا. ليه يا عم بشير؟ مش الفلوس خلاص جت؟ خليهم بقى يغرفوا 60 ده. تعالى احنا مش قلنا اتفقنا وخلاص ولا انت عايز ترجع في الكلام؟ خالد مش هنعيد ونزيد في الموضوع ده. العيال شافونا وعرفونا يعني ما ينفعش رجع. يا عم بشير كفايه الناس اللي ماتت ما تموتش حد تاني. يا سيدي الموت هيبقى حق. وبعدين مين قالك ان انا عملته؟ انت اللي هتموته. انا لما سيبتك تخطط دماغك بوصي الدنيا، لكن انا بقى فكرت وشغلت دماغي وخاطرت بنفسي لحد ما جبت لكم فلوس. تعالوا شويه انتوا بقى. صدقوا كنت هنساه. خالد خليهم يحطوه في الحفرة وغطاه كويس قبل ما اروح اقفل العربية من المدخل. يلا بينا. يلا فين؟ انتوا مكانكم هنا؟ قلت لك من الاول عيل زبالة معاهم وكان شغال. ايه اللي حصل؟ نسيت قلت لي ايه الغرض كده؟ انت كمان بقى مش راضي زي صاحبك قال عليك. بس الكلام اللي مشيت فيها ما فيهاش رجوع. انا خطفت وسرقت خلاص بقيت مجرم. وبعدين بصراحه ما قديش ربنا عايش وانتوا واموت انا. وتموت ليه وكلنا ممكن نعيش؟ هو مش هيسيبنا نعيش. طب انا ممكن اديك الفلوس اللي انت عايزها وسيبنا وتقدر انت كمان تاخد. الفلوس خلاص خدناها وزي ما قلت لكم دي سكه مش هينفع ارجع لها. تسلم ايدك يا ابو الرجاله عنك انت بقى عشان مش هتعرف تردمها صح. انا هردمها صح. عارف ليه؟ لان ابويا لا مؤاخذه كان طار. لا لا خليك مش مستاهل انا هردمها.
شيت شيت اكلت الطائرة اكلت ايه اللي فيها شريفة روح امك عايز تهربهم مش حل مكان كل اللي احنا فيه ده بوست منه يا ابني ما قلت لك تعالى انت ما وافقتش اديك خسر رجلك اللي جابتك تعالى الموضوع ده رجاله كان فلوسه اللي في دماغك لا ما احنا مش هنقعد نتفرج كده نتعشى وفي جاي معانا كمان يلا يا عمي خلينا نتدلع ما قدرتش شبهوته انت اخترت البني ادم الغلط وما كنتش البني ادم الغلط لما جيت عشان اساعدك في السرقه كانوا فين الشرف والامانه وطيبه القلب يا روح امك وقفت ليه؟ احنا هنسيبه كده؟ مول عاوز ايه؟ نموت احنا؟ يلا يا كريم يا جدع خليك ذكر مرة واحدة في حياتك اتجننت يا كريم راح اصلا فيها بطل والسلام يلا حبيبي بلاش هبة ده واحد منهم لا ده مش منهم غالب بعد اللي عمله معانا مش منهم اصل ارجع انت اتفلق انا رايح اعرف اسم انا مش هقتلك وبس ده انا اقطع جدتك حتت واربيها اللي كان السجن عايز اهربه بعد كل اللي عملناه ده احنا اتفقنا كان على السرقة بس يا شيخ لما انت كنت عايزني اموته والسرقة غير القتل اذا كانت فتنة شد من الاكل وزي ما قلت لك قبل كده رب طرف المنفعه وها برضه الفلوس ده تانية بس مع الحكايات ده ياخدها واحد بس الجاهل والسواق وبس. هو انا مالي ومال اي معلومات عند حضرتك؟ اصل انا ناقصني من اي معلومات. بقول لحضرتك ده خالد صاحبي وكان موجود معايا في حادثه الخطف. طبعا الذاكره هتفضل مشوشه كده لغايه ما تمثيل الماده يروح. لكن الحمد لله لو كانوا استنشقوا الماده دي اكتر من كده كان هيجيلهم تسمم في الدم. وحشتني وحشتني يا نفسي بابا خالد صاحبي كان موجود معايا من الحادثة أهلا يا خالد يا أهلا يا خالد خطيبتي أيوة يعني إيه اللي جابك؟ يا عسل مالك يا صاحبتي وأكتر من أختي عندك دايما أيوه أوعى تفتكر إني نسيتك وأعرف عايش من غيرك أمال عملت كده ليه؟ يا ابني أنت في مكاني حتى عمرك وأنا عملته عايز كريم سوري يتقدمني وأقول لأ كريم عنده كل حاجة عنده فلوس الفلوس اللي قلتها ما خلتناش إحنا نعرفك
وما خليتكش تعرف انت تعالج اختك لحد ما ماتت. مش نظر. الفلوس اللي كنت عايزاها، ها؟ ما تبقيش طماع. وليه ما تبقاش انا وانت والفلوس مع بعض؟ يعني ايه مش فاهم؟ كريم مسافر الاسبوع الجاي، راح اسكندريه يشتري ورد. عارف مسافر معاه فلوس قد ايه؟ عايز انا اسرق كريم؟ يا خالد الفلوس دي مجرد نقطه في بحرها، لو اخدناها مش هيموتوا من الجوع. أنا وأنت بنموت كل يوم طول ما احنا مش مع بعض. الحمد لله على سلامة كريم يا زوير بيه. أهو كريم رجع بالسلامة. بس الفلوس هنستنى عليها شوية. احنا قاربين الدنيا عليها وما لناش حاجة لحد دلوقتي. حضرتك وماما منزلاني على هنا. أنا شفت ال شفت بشير دوت بيخبي شوال ورا صورة على الحيطة فوق في المكتب.
Thank you.